تو ویدیو قبلیمون درباره خوب و خوبتر صحبت کردیم و تو این ویدیو میخوایم درباره بد و بدتر صحبت بکنیم. سلام علیکم، عساكم خير ان شاء الله. اخوكم محمد الجبوري وياكم من مجموعة نبراس. قبل فترة خلينا منشور بصفحتنا حول كلمة زين واحسن او بالفارسي خوب و خوبتر، وانتو كتبتوا بالتعليقات اذا نريد نقول بعد و بدتر شنو لازم نقول باللغة العربية. بهذا الفيديو نريد نتكلم حول هذا الموضوع. باللغة العربية الفصحى نستخدم كلمة سيء معادل كلمة bad باللغة الفارسية، لكن باللهجة ما نستخدم هذه الكلمة او اي كلمة اخرى تعطي معنى bad. نستخدم كلمة مو زين، يعني خوب نيس. مثلا إن ماشينة بادية، هاي السيارة مو زينة، ما نقول هاي السيارة سيئة، باللهجة ما نستخدم هيك كلمة. لكن بادتر هم بالفصحى وهم باللهجة نستخدم أسوأ. مثلا هاي السيارة الحمراء مو زينة، لكن السيارة البيضة أسوأ. أو مثلا أنا صحتي شوية مو زينة، لكن إذا أشرب ماي بارد أصير أسوأ. طيب هسا أنتو قلوا لي شلون أقول هذه الجملة باللغة العربية؟ إن موبايل بادية، بل إن موبايل قرمزة بادتر. طبعا لا تنسون اللايك والسيف. موافقين إن شاء الله، مع السلامة.